باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تعالوا الليله نتامل في موضوع عنوانه الثلاثه الاوائل. الثلاثه الاوائل في كل الاجيال تلاقوا ناس متفوقين. في ناس بيبقوا متفوقين في الدراسه في الثانوية العامة وفي الكليات، في ناس متفوقين في اللعب، في ناس متفوقين في الفن، في الموسيقى، في التصوير، في الرسم. لكن احنا النهاردة عايزين نتكلم عن التفوق الروحي. نفتكر مع بعض ثلاثة أوائل أسماءهم براقة في الزمن كده ما يتنسوش ابدا. اول ثلاثة اوائل نفتكرهم ابراهيم واسحاق ويعقوب. تلاقوا دايما ربنا يتكلم عن ابراهيم واسحاق ويعقوب ويقول انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. طب ليه يا رب بتقول انا اله الثلاثة دول بس، مش انت اله كل الناس؟ يقول لا، اصله في الوقت ده كانت الناس بتعبد الاصنام، واللي بيعبد الشمس واللي بيعبد القمر واللي بيعبد النار، ومحدش عارف مين هو الاله الحقيقي. فانا سميت نفسي اله ابراهيم واسحاق ويعقوب عشان اللي عايز يعرف الاله الحقيقي يسال ابراهيم ويسال اسحاق ويسال يعقوب. عجيب ان ربنا ينسب نفسه لهؤلاء العظماء. الكنيسة بتسمي ابراهيم واسحاق ويعقوب دول البطاركة الاوائل. وما تفتكروش انهم عشان في العهد القديم القيمة بتاعتهم نقصت، ده رب المجد يسوع نفسه يقول عن انه في اخر الايام يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب وبنو الملكوت يطرحون خارجا. يعني في ناس من المسيحيين حيطلعوا برا الملكوت، وناس جايين من الأمم البعيدة يتكئوا في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. حتى أنت يا رب المجد تقول إبراهيم وإسحاق ويعقوب. حتى لما الرب ضرب المثل بتاع الغني ولعازر قال رفع الغني عينيه ورأى لعازر متكئا في أحضان إبراهيم، مع أن الرب بيتكلم في العهد الجديد. ده إحنا في أسبوع الآلام في طلبة المساء، آخر حاجة في الطلبة نقول لربنا من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك. يعني شوفوا قد ايه قيمة هؤلاء الناس. ليه دول كانوا اوائل؟ لانهم كانوا اوائل في الايمان، يعني يعرفوا الله الحقيقي في الوقت اللي محدش يعرف فيه الاله الحقيقي. ابونا ابراهيم ندى عليه ربنا وقال له اترك اهلك وعشيرتك وهلم الى الارض التي اريك. ترك اهله ابوه وبلاد اباؤه عشان ابوه كان بيعبد الاصنام، وخرج وهو لا يعلم الى اين ياتي، والله باركه. وبنسمي دايما ابراهيم رجل الايمان. يقول لك بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج، وخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. بالإيمان إبراهيم قدم ابنه إسحاق ذبيحة. مين النهاردة عنده إيمان يذبح ابنه وحيده؟ وقبل ما يقدم ابنه آمن بالله انه هيجيب نسله، هو كان سنه 100 سنة. يقول لك بالإيمان إبراهيم بالإيمان أخذ قدرة و
ولا بالإيمان؟ آمن إبراهيم فحسب له إيمانه برا. لما ربنا قال له أنت هتجيب ولد وسنه 100 سنة ومراته سنها 90 سنة، آمن إبراهيم فحسب له إيمانه برا. مين النهاردة يصدق أن واحد سنه 100 سنة ومراته 90 سنة ويصدق أن هو هيجيب نسل؟ رجل الإيمان. بالإيمان قدم إسحاق لما ربنا قال له اذبح ابنك، وقال أنا ممكن أذبحه وأحرقه بالنار وبعدين ربنا يحييه تاني ويدهوني، مش هو قادر على كل حاجة؟ إيه الإيمان ده يا رب اللي عند إبراهيم؟ يقول لك بالإيمان عاش إبراهيم طول حياته ساكن في خيمة متغرب، لأنه كان عارف إن هو ملهوش وطن أرضي، ما اشتراش في الأرض غير قبر. أدي كل اللي اشتراه، مع إنه كان يملك ممتلكات كثيرة جدا. مين زي إبراهيم في الإيمان؟ مين زي إبراهيم في تبعية الله؟ أهو ده من الأوائل في الإيمان، إيمان إبراهيم العظيم. ورغم ان احنا في العهد الجديد، لكن ما زلنا لم نصل الى ايمان ابراهيم، مع ان ابراهيم في العهد القديم. ده ابراهيم ده قبل الناموس، قبل الناموس ب 400 سنة، ومع كده محدش فينا عنده الايمان بتاع ابراهيم. ابراهيم من الاوائل في الايمان. برضو أبونا إسحاق من الأوائل. يعني إزاي ولد شباب صغير سنه 15 سنة يطوع أبوه إنه يتذبح وما يقاومهوش؟ أول ما أبوه قال له يا ابني أنت الذبيحة، سكت، كتفه سكت. ده كان ممكن يضرب أبوه بوكس ويوقعه من فوق الجبل ويجل. ده سنه 15 سنة، وأبوه في الوقت ده سنه 115 سنة، يعني راجل كهل. لكن إسحاق صعد إلى المذبح بإرادته وأطاع وقبل أن يكون ذبيحة علشان أبوه يطاوع ربنا. عشان كده الرب صرخ قائلا إبراهيم إبراهيم، انظر ألا تلمس فتاك ولا تصنع به شرا، إني أنا الرب أقسمت بذاتي إني بالبركة أباركك وبالكسرة أكسر نسلك، لأنك لم تمسك ابنك وحيدك عني. إسحاق صار بركة، حياته كلها كانت بركة. مرة راح عند الفلسطينيين واشترى حتة أرض وزرعها، يقول الكتاب فأصاب إسحاق في تلك السنة 100 ضعف. يعني الأرض بتاعته جابت قد الأراضي اللي جنبيه 100 مرة. فجه الملك ورئيس الجيش بتوع البلد وقالوا له أنت إيه حكايتك بالظبط؟ قال لهم إيه؟ قالوا له الأرض أرضنا والمية ميتنا والبذرة بذرتنا، ليه أنت أرضك بتجيب قد أرضنا 100 مرة؟ عارفين يعني ايه 100 مرة؟ يعني لو الفدان مثلا بيجيب 50 أردب، عند اسحاق يجيب كام؟ 5000 أردب. مش حاجة تجنن؟ قالوا له انت حكايتك؟ قال لهم اصل انا ربنا مباركني. قال له طب اذا كان ربنا مبارك لك في الارض كده، هيبارك لك في البهايم قد ايه وفي الفلوس قد ايه؟ لا 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 لا، اعمل معروف، سيبنا وامشي، لأنك صرت أعظم مننا. بعد شوية تاخد البلد كلها، بعد شوية تبقى أغنى من الملك ورئيس الجيش وتشتري البلد كلها، إذا كان ربنا بيديلك 100 مرة قدنا. فطردوه من البلد خوفا من البركة اللي كانت معاها. إسحاق من الأوائل، الأوائل في الطاعة
الأوائل في البركة في هذا الإنسان. قال الله تتبارك جميع أقاصي الأرض، لأنه منه سيأتي المسيح، ولأنه رمز للمسيح، إنه من الأوائل في الطاعة والأوائل في البركة. شوفوا أبونا يعقوب، طبعا إحنا لما بنقول إبراهيم وإسحاق ويعقوب بنتكلم عن ناس في وقت ما حدش يعرف ربنا خالص في الوقت ده. الناس عايشة بالآلاف، تعبد أصنام، تعبد نار، تعبد شمس، تعبد آلهة خرافية. فدول الإله بتاعهم إله جبار، الإله الحقيقي، والعالم كله مش عارف الإله الحقيقي. أما أبونا يعقوب فده برضو الأول في جيله من الأوائل. ده بيعلمنا الجهاد مع الله والناس، الأول في الجري وراء البركة والبحث عن البركة. أخذ البركة من أخوه، أخذها الأول بأكلة عدس، وبعدين مثل على أبوه تمثيلية علشان ياخد البركة، وده معناها إن هو إنسان بيحب البركة. وبرغم كل البركات اللي خدها، وربنا قال له أنا هباركك أينما تذهب، وتمتد شرقا وغربا شمالا وجنوبا، ويصير نسلك مثل تراب الأرض، لما رأى الله في رؤيا قعد يصارع معاه ويقول له إيه؟ باركني، لن أطلقك إن لم تباركني. أحلى بركة اللي أنت عايزها تاني، أنت طماع في البركة خالص، مش خدت بركة أبوك إسحاق، مش أنا باركتك في الأغنام والمواشي والأبقار عند خالك لبان، جايب عصيتك أديك راجع جيشين من الأغنام والأبقار والحمير والجمال والعبيد والإماء، عايز إيه تاني؟ يقول له طب وماله، ما أنت عندك بركات كتير، يعني أنت هتخس لما تباركني؟ يقول له لا كفاية كده. يقول له لا، لن أطلقك إن لم تباركني. صحيح أنا بستغرب على يعقوب ده، أنا مش عارف عايز إيه البركة تاني ده، يعني إيه ده؟ إيه ده الطمع ده؟ يا ريت نبقى طمعين في البركة زي يعقوب، يا ريت نبقى طمعين في البركة. مش الواحد فينا يقول الحمد لله أنا رحت النهاردة وحضرت القداس وتناولت كده كويس أوي أوي، طب تعالى الاجتماع بتاع بالليل، لا لا ده اللي أنا خدته ده كفاية أوي، ده أنا كده كويس خالص الحمد لله، أنا كده بصلي وبقرأ في الإنجيل وبقدم العشور، لا الحمد لله فضل وعدل، ده أحسن من غيري بكتير. طب تعالى خد بركة من الأجساد القديسين، لا ما أنا أخدت كتير. بنشعر إن إحنا خدنا بركات كتير ومش محتاجين تاني، ولا نجاهد من أجل بركة أكتر أو أعظم. البركات عند ربنا لا تنتهي، كل ما تطلب أكتر تاخد أكتر، وياريتك تبقى طماع في البركة، ما تبقاش طماع في الأمور العالمية، تبقى طماع في البركة. أنا أشوف أبونا كده أقول أسلم عليه أخد بركة، أقول له حط إيدك على راسي باركني أخد بركة. يمكن بعد شوية أشوف أبونا تاني أقول له واحد تاني كاهن تاني أقول أخد بركة، أعدي جنب الكنيسة أقف على باب الكنيسة أقول أبانا الذي أخذ بركة، أدخل أسجد قدام الهيكل أخذ بركة، أعدي على صور القديسين ألمسها وأطلب شفاعتهم وأخذ بركة. ما أخدش ليه؟ ليه أنا أبقى يعني شحيح في البركة؟ لا، ده أنا لازم أبقى طماع في البركة. الشيء الوحيد اللي الواحد يعني يبقى مطوب لما يبقى طماع فيه البركة. وانت في الحقيقة مش طماع ولا حاجة، لان بركات الله كثيرة جدا جدا، واللي انت اخدته اقل من اللي عايز يديهولك ربنا بكتير، ربنا عايز يديلك بركة كبيرة قوي. طبعا كلنا بنقول يا ريت انا اخد بركة زي بركة يعقوب او اسحاق او ابراهيم، لكن قال لنا بولس الرسول لسان العطر أن الله باركنا بكل بركة روحية في السماويات.
لقد أخذنا بركات أكثر مما أخذ هؤلاء. أخذنا بركة المعمودية لما صرنا أولاد الله، واخذنا بركة التدشين لما أبونا مسحنا بالميرون 36 مرة فصرنا هياكل للروح القدس، وبناخد بركة جسد الرب ودمه كل مرة بنتناول، وبناخد بركة قراءة الإنجيل، وبناخد بركة الأماكن المقدسة، بناخد بركة إن احنا نخدم ربنا. إن حياة الإنسان المسيحي حياة مزدحمة بالبركات. فإحنا نسل البركة، عشان كده ما بنخافش لا من الغلاء ولا من ارتفاع الأسعار ولا السوق السوداء، لأن الله اللي ادانا البركات السمائية بسخاء هيبخل علينا بالبركات الأرضية؟ مش ممكن. وفعلا لما يعقوب صارع مع الله ربنا قال له ايه؟ قال له اسمك ايه؟ قال له اسم يعقوب. قال له لا يدعى بعد اسمك يعقوب بل اسرائيل، لانك جهدت مع الله والناس وغلبت وباركه. انا عايز اقول لك لو بابا وماما عايشين الحق خد بركتهم، خد بركة ابوك، خد بركة امك، خلوهم يدعوا لك ويصلوا لك. بركة الوالدين دي ايه؟ لو ضاعت منك مش هتعرف تجيبها تاني، لان الاب والام ذاهبين الى السماء، فما تستهترش، روح بسرعة خد بركة بابا، خد بركة ماما. ولكن هناك بركات كثيرة جدا في الكنيسة، مثل أشجار الفواكه المتعددة، كل يوم تيجي الكنيسة تاخد بركات، بركة فوق بركة ونعمة فوق نعمة. إبراهيم وإسحاق ويعقوب الثلاثة الأوائل كان يتكلم عنهم الله باستمرار، الثلاثة الأوائل. طب تعالوا نشوف ثلاثة تانيين برضو الأوائل في الشجاعة والإيمان، بنتغنى لهم وعمل لهم هوس مخصوص في التسبحة، حنانيا وعزاريا وميصائيل. هم دول ثلاثة ما يتنسوش، ثلاثة أوائل. دول ثلاث فتيان أخذوا معهم واحد رابع اسمه دانيال، أخذوا هؤلاء الثلاثة في السبي البابلي من يهوذا. وطبعا في شبان كتير قوي معاهم، ولكن دول نقوهم كده، لقوا شكلهم جميل ولقوهم اذكياء، قالوا نخليهم يشتغلوا في دار الملك، يتعلموا اللغة الكلدانية والحساب الكلداني، وبعدين جم يأكلوهم من قطايب الملك وخمر مشروب، وقالوا لا ما ناكلش. ليه؟ قالوا اصل انتوا بتاكلوا حاجات محرمه عندنا، نجسه، ممكن تكونوا بتاكلوا خنازير، واحنا ربنا قال لنا ما ناكلش الحاجات دي. فالراجل اللي بيقدم لهم الاكل قال لهم طيب وبعدين افرض شكلكم بيجي زابل وصحتكم مش حلوه، افرض الملك شافكم كده صحتكم مش حلوه، قالوا له طب جربنا 10 أيام كده وشوف شكلنا يبقى ايه، ادينا القطاني اللي هي البقول، جربهم لقى صحتهم اكثر نضارة، امتحنوهم طلعوا متفوقين 10 مرات عن بقية الطلبة زملائهم، فتقدموا في الولاية. ما دول اوائل، ثلاثة اوائل. وبعدين جه الملك عمل تمثال كبير قوي، وامر كل مملكة بابل انها تسجد لهذا التمثال، وقال التمثال ده هو الاله بتاعنا، والمملكة كلها تسجد له، بعد ما تسمع صوت الموسيقى كله يسجد. طب واللي مش هيسجد؟
هيترمي في اتون النار. كله سجد الا الثلاث فتية دول، ما رضيوش يسجدوا ابدا. فتية يعني ثلاث، يعني في اولى اعدادي ثاني اعدادي، ادي كلمة فتية يعني. راحوا قالوا للملك الثلاثة اللي بيشتغلوا عندك في القصر ما رضيوش يسجدوا للتمثال، جابكم. قال لهم يا شدرخ يا ميشخ يا عبد ناغو، هو كان مسميهم اسماء تانية غير الاسماء اللي متسمين بيها في بلادهم عشان ينسيهم الاله بتاعهم. اصل حنانيا عزاريا ميصائيل دي كلها اسماء عبرية. حنانيا يعني الذي يتحنن عليها الله، يا يعني الله. عزاريا الذي يعينه الله، يا ميصائيل اللي هي ميشائيل او ميخائيل، من مثل الله. فاسماءهم مربوطة باله ابائهم، هو حب يغير اسماءهم، ادالهم اسماء مربوطة بالالهة البابلية، شدرخ ميشخ عبد ناغو. عبد ناغو يعني عبد نبو، نبو ده كان اله عندهم. قال لهم انتوا يعني فعلا انتوا قصدين انكم ما تسجدوش للتمثال ولا مش واخدين بالكم؟ قالوا لا احنا قصدين واحنا مش هنسجد للتمثال ده. قال لهم يعني انتوا بتتحدوني، انتوا هتترموا في اتون النار. قالوا له اسمع، ان اتحرقنا في اتون النار هنبقى شهداء لالهنا، ان ما اتحرقناش يبقى ربنا نجانا، الله يقدر ينقذنا، لكن لو ما انقذناش يبقى احنا نموت فداء ايماننا، لا يلزمنا ان نجيبك على هذا الامر. اتغاظ قوي قوي ان ثلاث ولاد صغيرين فتيان بيتحدوه، امر بان اتون النار، اتون يعني فرن يتحمى 7 اضعاف، فصارت النار 49 ذراع لفوق، ومع هذا لم يهابوه هؤلاء الابطال. وبعدين جابوا ناس جبابرة كتفوا التلات ولاد دولة، كل واحد جبار عملاق طول في عرض كتف ولد، وراحوا ايه فتحين باب الاتون وراحوا رمينهم النار اللي طلعت من باب الفرن اكلت الابطال دول. اما هؤلاء الثلاثة فتية فالنار اكلت القيود بتاعتهم، وحول الله النار الى ندى بارد، وكل واحد فيهم يقول للتاني انت حاسس يا ميصائيل، حاسس يا عزاريا، يا حنانيا، ايه ده احنا فين؟ يقول له ده جو مكيف جدا، ده جو جميل قوي، ده جو رطب. طب والنار دي اللي احنا شايفينها؟ يقول له ربنا ابطل مفعولها. يقول له طب وانا كمان شامم ريحه حلوه قوي. طبعا انتوا عارفين النار دايما ليها ريحه حاجه بتتحرق. لا ده دول شموا رائحه عطره جدا. كل واحد يقول للتاني المجد لالهنا، نبارك الهنا، نعظم الهنا، يلا بينا نسبح ربنا. ايه الرائحه العطره دي؟ ايه الجو التكييف ده؟ ايه العظمه دي؟ انا حاسس ان ربنا موجود معانا. والتاني يقول له بكل تاكيد موجود معانا. أتاري الرب ظهر وسطيهم، ونبوخذ نصر الملك هو والمرازبة والشحن يعني الوزراء قاعدين من بعيد يقولوا ايه ده؟ ايه اللي احنا شايفينه ده؟ مش احنا رمينا ثلاثة، احنا شايفين 4 بيتمشوا في النار بفرح شديد، وكمان الرابع شبيه بابن الآلهة. يا للعجب يا للعجب، يا حنانيا يا عزاريا يا ميصائيل يا عبيد الاله الحي، تعالوا تعالوا اخرجوا من النار. طلعوا اتلموا عليهم الناس شموا ريحتهم، لا في شعرايه شاطت ولا فتله شاطت. والملك اتعجب جدا، قال كل انسان يتكلم على اله شدرخ وميشخ وعبد ناغو يقطع اربا ويصير بيته مزبله، لانه لا يوجد اله ينجي مثل هذا. وخلاهم رؤساء في مدينة بابل. ايه العظمة دي؟ ايه العظمة دي؟ حنانيا وعزاريا وميصائيل الاوائل في الشجاعة، الاوائل في الشباب المتمسك بايمانه،
الذي لا يهاب التهديد ولا النار. ده دول مسبيين، يعني أسرى حرب، يعني في بلاد بعيدة مش بلادهم، والشعب اللي حواليهم كله ما يعرفش ربنا، بيعبدوا التمثال. أوائل، ثلاثة أوائل، لأنه في مئات الشباب اللي في سنهم لما سمعوا صوت الموسيقى قالوا يا عمي نوطي للصنم وخلاص، حتى كنا هنوطي له كده مظهرية، إنما نحن بنعبد إلهنا أهو، هنعمل إيه؟ الجو كله كده، والواحد لازم يمشي حاله ويسيس أموره، ده احنا ببلدهم يا عم، هنخالف الدين بتاعهم، يلا نجاملهم لحسن يموتونا ولا يذبحونا ولا يمنعوا عننا الأكل ولا. أما هؤلاء الثلاث فتية فقالوا لنبوخذ نصر لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر، يوجد إلهنا الذي يستطيع أن ينجينا. ثلاثة أوائل، أوائل في الشجاعة، أوائل في الإيمان، أوائل في التمسك بعقيدة آبائهم وأجدادهم. عشان كده ربنا رفعهم، حاشا لي يقول الرب إني أكرم الذين يكرمونني. دول قديسين عظماء، الكنيسة بتعمل لهم هوس مخصوص في التسبحة. يبقى إذا كان إبراهيم وإسحاق ويعقوب ثلاثة أوائل في الإيمان، حنانيا وعزاريا وميصائيل ثلاثة أوائل في الشجاعة، ودانيال أخوهم الرابع زميلهم برضو كان شجاع جدا جدا، لما أمر الملك أنه محدش يطلب طلب من إله غيره، واللي هيطلب طلب يترمي في جب الأسود لو تصلى لإله آخر، بدل ما كان بيصلي في الخفاء فتح الشبابيك وصلى متجها إلى أورشليم، فخدوه ورموه جب الأسود، والله سد أفواه الأسود عنه لم تضره بشيء. تصور واحد هيرموه في جب أسود جائعة، كيف لا يرتعد؟ دانيال كان زيهم برضو، مليان شجاعة. ولما جه الملك الصبح بدري بيسأل يا دانيال هل إلهك الذي تحب وتعبده استطاع أن ينجيك من جب الأسود؟ قال له عش أيها الملك، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني بشيء. ثلاثة أوائل في الشجاعة. أما يدين هؤلاء الناس بقية الشباب اللي بيخافوا من أقل تهديد؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب في اليوم الأخير مش هيدينوا الناس اللي سمعوا عن المسيح وشافوا معجزاته وآياته ورفضوا الإيمان؟ دول اللي آمنوا بالله في زمن ما فيش حد في العالم بيؤمن بالله. هؤلاء القديسين سيدينون العالم. يا رب اجعلنا من الأوائل، اجعلنا من الأوائل يا رب. في ثلاثة أوائل ذكرهم الكتاب في آخر صموئيل الثاني، عملوا أعمال عجيبة جدا بسبب إيمانهم وحبهم لداود الملك، عملوا أعمال خارقة. عارفين جيش داود كان فيه 30 بطل، 30 بطل من الأبطال، لكن في 3 فيهم سماهم الكتاب الثلاثة الأوائل. لما أقرأ لكم دلوقتي كل واحد فيهم عمل إيه هتستغربوا جدا، عشان تشوفوا إزاي ربنا يقدر يدي الإنسان طاقات عظيمة جدا جدا لما يبقى الإنسان مؤمن وما عندهوش طاقة. الله يعطيه طاقة
خارقة. الثلاثة دول ثلاثة أبطال في الحرب. يشوف يقول لك إيه أصحاح 23 في سفر صموئيل الثاني عدد 8: هذه أسماء الأبطال الذين لداود: يوشيب يشبث التحكموني رئيس الثلاثة، هو هز رمحه على 800 قتلهم دفعة واحدة، معاه رمح قتل بيه 800. ايه القوة اللي جات له دي لما يعني بيحارب مؤمن بانه بيحارب من اجل داود، لان داود ده ملك نصبه الله، هم عايزين ارادة الله هي اللي تمشي. الله اداله طاقة غير عادية، برمح واحد قتل 800. طب شوف التاني: وبعد العازر ابن دودو ابن اخوخي احد الثلاثة الابطال الذين كانوا مع داود حينما عيروا. يقول لك ايه: وبعده العازر ابن دودو ابن اخوخي احد الثلاثة الابطال الذين كانوا مع داود حينما عيروا الفلسطينيين الذين اجتمعوا هناك للحرب، وصعد رجال اسرائيل اما هو فاقام وضرب الفلسطينيين حتى كلت يده ولصقت يده بالسيف، وصنع الرب خلاصا في ذلك اليوم، ورجع الشعب وراءه للنهب فقط. العازر ده لقى الجيش كله هرب، راح واقف لوحده وقعد يحارب بسيفه لغاية ما كلت يداه ولصق سيفه بيده، وقتل عدد كبير جدا من الاعداء، ورجع الشعب وراءه للنهب. يعني زي ما يكون العازر ده كتيبة واقف يحارب جيش لوحده. ايه الطاقة الجبارة دي؟ الايمان يدي طاقة غير محدودة للانسان. مسؤولية قدامه هو مش عايز يتملص منها، كان ممكن يهرب زي بقية اللي هربوا، لكن هو وقف قال لا انا ما هربش، اديني يا رب قوة. اداله ربنا قوة جيش واحد كأنه جيش، زي لما انت كده تقول مثلا ايه: انا عايز اقوم النهاردة بسبع خدمات، الصبح بدري ازور الراجل العيان اللي في المستشفى، وبعدين ارجع اروح مع الولد اليتيم المدرسة، وبعدين اخد الست الارملة دي اعملها اوراق في الضمان الاجتماعي، وبعدين ارجع عندي خدمة في قرية، وبعدين بالليل عندي اجتماع درس كتاب مش عارف في البلد الفلانية، وبعدين افتقد فلان وفلان وفلان، وبعدين في اخر النهار مش الشيطان يقول لك ايه: طب وانت هتجيب قوة ده كله من فين؟ تقدر تعمل ده كله؟ تعرف انت بقى لما يبقى عندك ايمان تعمل كل ده واكتر، تعمل اكتر من ده كله. الايمان يعطيك طاقة، لما تبقى الطاقة بتاعتي قليلة وانا عايز اعمل حاجات كبيرة اكبر من طاقتي، وانا حاسس بالمسؤولية وعندي ايمان الله يديني قوة، الله يديني قوة. زي الخادمات الشاطرين، انا عارف ان فيكم خادمات شاطرين قوي. الست الصبح تبقى عندها مثلا 3-4 خدمات بالليل، وقدامها توضيب البيت بتاعها والغسيل والطبيخ، تحضر اكل لجوزها وعيالها، ام تصحى الصبح بدري تصلي: يا رب اديني قوة عشان النهاردة اعمل اعمال كبيرة، قدامي اعمال كتيرة. بعد ما تصلي تقوم بسرعة تروح ايه محضرة الاكل، وبعدين والاكل يبقى موجود على البوتاجاز بيستوي، تكون وضبت البيت. خلص توضيب البيت والاكل خلص، تكون حاطة الغسيل في الغسالة وبتغسل، تعمل حاجات كتير جدا جدا، وبعد كده تروح تفتقد الست الارملة، الست ام اليتامى، الراجل العيان، تروح مدرسة احد، تروح اجتماع السيدات. الطاقة دي كلها بيجيبها من فين؟ الله يعطي طاقة جبارة لكل انسان عاوز يخدمه بامانة. فالثلاثة الاوائل دول اللي كانوا في جيش داود عايزين يخدموا داود ومملكة داود بامانة، فاعطوا طاقة جبارة. لما بقيت الجيش هرب وقفوا هم ابطال بدوا يحاربوا لوحدهم،
ربنا عمل عمل عظيم جدا. يقول لك وصنع الرب خلاصا عظيما في ذلك اليوم، ورجع الشعب وراءه للنهب فقط، يعني كأنه ده لعذر، ده كتيبة متحركة، هو يضرب بالسيف والشعب يجي وراه يقشط الناس اللي واقعين دول، ياخد منهم ايه السيوف والأسلحة، ولو كان في فلوس. هو عامل زي كتيبة عمال يكتتح والشعب وراه عمال يلم. ايه ده؟ ايه القوة دي؟ انهم الثلاثة الاوائل في جيش داود. شوف الثالث يقول له ايه؟ الثالث يقول وبعده شمة ابن آجي الهراري. ده عمل عمل عجيب شمة ده. يقول لك اجتمع الفلسطينيون جيشا، وكانت هناك قطعة حقل مملوءة عدسا، فهرب الشعب من امام الفلسطينيين فوقف في وسط القطعة وانقذها من وضرب الفلسطينيين، فصنع الرب خلاصا عظيما. يعني حقل مليان عدس، وجه الجيش بتاع الاعداء عايزين ياخدوا العدس ده، الجيش كله بتاعه هو هرب، قال لا ولا واحد ياخد حتة ايه شوية عدس. قعد يجري على حدود الحقل ده، كل ما الاعداء يجوا يضربهم يموتهم، يلاقوا ده التانيين دخلوا تاني عايزين ياخدوا شوية عدس، يضرب يضرب يضرب، يبص يلاقي في الناحية التانية في ناس جم يضرب. قعد يلف ويدور حوالين الحقل ما خلاش ولا واحد خد شوية عدس. بيحارب جيش وبيجري على حدود حقل، ايه ده؟ ايه القوة الجبارة دي؟ من اين اتت هذه القوة؟ الله يستطيع ان يعطي الانسان قدرات عظيمة حينما يراه امينا ولا يتملص من المسؤولية. ما تقولش انا ضعيف، الرب قال قوتي في الضعف تكمل. وبولس الرسول قال انا اختبرت اختبار عظيم، ايه يا بولس؟ حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي، استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. قوة بتيجي للإنسان لما يبقى لوحده وعاوز يمشي في الحق. شوف القوة اللي جات لأثناسيوس الرسول لما قالوا له العالم كله ضدك يا أثناسيوس، قال لهم وأنا بالمسيح ضد العالم. لو العالم كله واقف ضدي أنا ضد العالم. أهم دول ثلاثة أوائل مشهورين في جيش داود. يوشيب ده اللي قتل 800 برمح واحد، وأليعازر ده اللي قعد يحارب جيش كامل لغاية ما لصق السيف بكفه وصنع الرب يعني خلاصا عظيما، وشمة ده اللي دافع عن الحقل ومفيش حد معاه، حقل كامل بيدافع عنه. في خادم كده يقول لك ايه، مفيش حد غيري في المنطقة دي، انا اللي مسؤول عن درس الاحد واجتماع الشباب وخدمة القرية والعواجيز والمسنين والمعوقين والفقراء. تقول له كل ده هتقوم بيه؟ يقول لك الله يديني قوة. تلاقي ربنا يديله قوة فعلا يعمل كل الحاجات دي، يعمل حاجة يعملوها 200 خادم يعملها هو. تقول ازاي؟ اقول لك لما يكون امين وعنده ايمان ويطلب معونة ياخد طاقات فائقة. هم دول الثلاثة الأوائل. أصل طاقة خدمة ربنا يديها ربنا، ما بنجيبهاش من الأكل والشرب، لا، الرب قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا إيه شيئا. فاللي يجي يشتغل مع ربنا، ربنا مسؤول عن الطاقة، هو اللي يديله قوة. لو بيتكلم هو اللي يديله الكلام، لو بيمشي هو اللي يديله قوة على المشي، لو بيصرف يدفع له هو، يبعث له هو مصاريف الخدمات اللي هو عايز يقوم بيها. عمل الله، الله مسؤول عنه. فدول ثلاثة أوائل عظماء في جيش داود. قلنا كام دلوقتي؟ ثلاثة. قلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أبطال الإيمان، وقلنا حنانيا وعزريا وميصائيل أبطال الشجاعة، وقلنا الثلاثة اللي في جيش داود أبطال الطاقة. ادالهم الله طاقة جبارة غير معقولة. في
ثلاثة بقى كانوا عاجبين ربنا قوي. قال ربنا في مرة: ولو وقف أمامي نوح وأيوب ودانيال نفسي لا تكون نحو هذا الشعب. كان بيتكلم عن انه متغاظ قوي من شعب اسرائيل، وبيقول يعني لو وقفوا يعني يتشفعوا لشعب اسرائيل الثلاثة دول انا مش هالتفت اليهم. يعني نقى ثلاثة غاليين قوي عليه، قال لك نوح وايوب ودانيال. طب ليه يا رب؟ يقول لي اصل دول كل واحد فيهم متفوق في الجيل بتاعه، دول ربنا اللي نطق بيهم. نوح رجل ايمان في عالم كله كفر والحاد، واحد بس في العالم كله واحد، ربنا قال له ابن الفلك وادخل جواه انت ومراتك وعيالك وزوجات اولادك. قعد 50 سنة يبني في الفلك، يقول للناس يا ناس ربنا حينزل طوفان العالم كله حيغرق، خشوا الفلك. يقولوا له انت راجل خرفت، عالم ايه اللي هيقلك؟ ومعقول ربنا يغرق العالم ده كله؟ يا ناس ده انا بعت اللي ورايا اللي قدامي وببني الفلك ده عشان ربنا قال لي ابني الفلك. يقول له ما احنا هنساعدك في بناء الفلك، نشتغل عندك. يشتغلوا عنده باليومية ويقبضوا فلوس، ومش مقتنعين بفكره، فاكرينه راجل خرف. حاجة غريبة، مش وعظهم يوم ولا سنة ولا اتنين، 50 سنة بيوعظهم ويقول لهم توبوا وادخلوا الفلك الاحسن، ربنا هينتقم منكم لان العالم كله مليان فساد. ابدا ولا عايزين يامنوا. 50 سنة. ده اللي اغرب من كده، بعد ما نوح خلص الفلك وفتح الابواب، ربنا بعت له كل الحيوانات اتنين اتنين، الاسد وزوجته، الحمار وزوجته، الجمل وزوجته، الدب وزوجته. ايه ده؟ شايفينهم ماشيين ورا بعض ومش بياكلوا بعض، وداخلين اتنين تاني اتنين الفلك. طبعا لان ده اكيد نوح ما قدرش، هو نوح هيجمع كل الحيوانات اللي في الارض؟ ابدا. هو فتح الابواب بس لقى ربنا باعت له الحيوانات دي. طب المنظر ده ما خلاهمش يامنوا؟ ما خلاهمش يقولوا ايه الاعجاز ده؟ ايه اللي يخلي الفيل والفيله يمشوا مع بعض ويدخلوا، والزرافه الذكر والانثى، والنمر والنمره، والخروف والنعجه؟ ايه ده؟ كله ده جاي اشكال والوان. الدب القطب ده باشكاله، ما الحاجات دي لو كانت ماتت ما كناش لها دلوقتي. لا، دي عاشت في الفلك، اتجمعت من كل انحاء العالم وجات لنوح. طب المنظر ده ما خلاهمش امنوا؟ لا، برضو ما امنوش. وربنا قال لنوح: اياك وجدت في هذا الجيل، انت بس اللي ايتك عندك ايمان، قوم ابني فلك. واحد في العالم كله عنده ايمان. وبعد ما دخلت الحيوانات ودخلت مراته وعياله وزوجاته، ربنا قال له ادخل، وقفل عليه الباب، وفاض الفيضان بقى، ميه من فوق وميه من تحت، والناس تصرخ افتح يا عم نوح افتح، مالية 50 سنة فتح الباب وعمال اقول لكم لما زهقت. طب خلاص امنا، طب اعمل لكم ايه دلوقتي؟ ربنا اللي قفل الباب، لو مقدرش افتحه. وماتت كل الارض. تخيلوا المنظر، الناس طلعت فوق البيوت، الميه غطت البيوت، طلعت فوق الشجر، الميه غطت الشجر، طلعت فوق الجبال، الميه غطت الجبال، ماتت كل نفس حيه في المياه بتاعه الطوفان. نوح رجل الايمان في عالم مليء بالإلحاد والكفر. يقول: ولو وقف أمامي نوح وأيوب ودانيال. تخيلوا لما تخيلوا معانا بربنا كده يتكلم على ثلاثة في كل جيل، يعني معجب بيهم جدا. طب وأيوب يا رب؟ يقول لك أيوب ده رجل الصبر في عالم التذمر،
ياه على الصبر اللي عند ايوب. حتى بيضرب بيه المثل، ربنا نفسه بيقول قد سمعتم بصبر ايوب ورايتم عاقبه الرب معه. صبر يعني فلوسه كلها تضيع، عياله يموتوا، كل زرعه يضيع، كل بهايمه واغنامه في يوم واحد، ويقول عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك. الرب اعطى والرب اخذ، ليكن اسم الرب مباركا. ويقول الكتاب وفي كل هذا لم ينسب ايوب للرب حماقه. ايه ده؟ ايه الصبر ده؟ وبعدين جه الشيطان واقف قدام ربنا تاني، قال له لا، كل الحاجات دي ما تهمش، سيبني اجربه في صحته. قال له طيب معاك صحته، بس اوعى تلمس عقله. والشيطان ضربه بحكه يحك في جسمه من راسه لرجليه، مش قادر ينام لا ليل ولا نهار، لغايه ما مراته قالت له يا عم وبعدين انت متمسك بصبرك لغايه امتى؟ بارك الرب ومت، يعني اشتم على ربنا عشان يتغاظ منك وتموت. قال لها تتكلمين كاحدى الجاهلات، الخير من الله نقبل والشر لا نقبل. في كل هذا يقول لك لم ينسب ايوب الى الرب حماقة، انه رجل الصبر الاول، صبر عجيب مش زي نحن. يعني الواحد ما عندوش صبر، اول ما يجي تجي له تجربة يا رب خلاص كفاية انا مش مستحمل، وانا عملت ايه عشان ده كله؟ طب ارفع عني، وما فيش غير انا اللي بغلط، ما الدنيا كلها بتغلط قدامك، اشمعنى انا اللي عماله تجيب لي التعب ده؟ طب سامحني، طب ارفع عني. ما فيش عندنا صبر ابدا ابدا لاحتمال التجارب، ولا صبر حتى لغايه ما ربنا يرد علينا. واحد يروح لاب اعترافه يا ابونا عايز حق ربنا يحل لي المشكله دي، يقول له يا ابني صلي. يقول له صليت. صليت كم مره؟ ليه اسبوعين بصلي يا ابونا. طب اصبر شويه كمان. يجي له بعد اسبوع انا خلاص ما عدتش صابر، شوف لي حل وخلاص. اتكلم، اسال لي انت ربنا. يقول له يا ابني طب اصبر شويه صلي كمان. ما صليت، انا بقول لك ليه 3 اسابيع دلوقتي بصلي، اصلي لغايه امتى؟ يا ابني اصبر. الرب بيقول بصبركم تقتنون انفسكم، ومن يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. فايوب رجل الصبر الاول في عالم المتذمرين. الله نفسه بيقول عنه انظروا قد رأيتم صبر ايوب، قد سمعتم بصبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب معه. عشان كده ربنا معجب جدا بايوب. طب ودانيال رجل الشجاعة في عالم الجبناء، شجاع جدا. انتوا متخيلين ايه يعني واحد يكتفه ويرموه في جب اسود جوعانة ولا يخاف؟ الملك عمل قرار محدش يصلي لحد غيره، هو عمل قرار. طب انا كنت بصلي في الخفا هصلي في العلن، ده هيرموك في جب الاسود. يقول لي يرموني زي ما يرموني، بدل ما بيصلي في الخفا فتح الشبابيك عشان كل الناس تشوفه، راحوا قابضين عليه. يا الهي انا مش عارف ايه دانيال ده، قوته ايه، ايمانه ايه الشجاعه اللي عنده. ده الست لو شافت فار في المطبخ بتصرخ فار، ده ممكن تكلم جوزها الحقني، تطلبه على الموبايل، الراجل ينزعج، ايه في ايه؟ في فار. فار حاجة رعب، وده هيرموه جب الاسود. رجل الشجاعة، رجل الحكمة. دانيال كان حكيم جدا، الله مديله حكمة تفسير الاحلام وتفسير الرؤى. يعني شوفوا لما ربنا يختار من الاجيال كلها 3 ويقول دولة، نوح، ايوب، دانيال.
هم دول ثلاثة أوائل في نظر الله، شايف إن دول متفوقين جدا. وبعدين ربنا يخلصه من جب الأسود ويصير رئيس حكماء بابل. يا رب ادينا ان احنا نبقى عندنا ايمان زي نوح، وعندنا صبر زي ايوب، وعندنا شجاعة وحكمة زي دانيال. ادينا حتى فتفوتة من دول، مش هنقول لك ادينا قدهم لان مفيش حد قدهم. كل الثلاثة الاوائل العظماء دول اللي احنا قلنا عنهم موجودين في العهد القديم، لكن تعالوا نشوف ثلاثة اوائل في العهد الجديد: بطرس، يعقوب، يوحنا. دول اوائل كانوا محبوبين للمسيح جدا، والمسيح الهنا يعني ميزهم، مش لان المسيح بيفضل حد عن حد، لكن اصله المسيح بيعرف القدرات اللي في الانسان والاشواق اللي فيه، وبيقول طوبى للجياع والعطاش الى البر كانهم يشبعون. تلاقي بطرس، يعقوب، يوحنا دول مع بعض على طول، الثلاثه الاوائل. لما جه يشفي ابنه يايروس ويقيمها من الموت، خد ابو البنت وامها وخد معاه، بس كان في ناس كتير واقفين وفي تلاميذ كتير، لا خد بطرس ويعقوب ويوحنا. طب ليه يا رب؟ انا عايز دول يتفرجوا على المعجزات عن قرب، يشوفوها عن قرب. بطرس، يعقوب، يوحنا، طوباهم جماعة دول، لأن المسيح كان بيخليهم يشوفوا كل حاجة عن قرب. التلاميذ كلهم مطوبين، لكن دول الثلاثة الأوائل المحببين لقلب الرب. أنا بحسدهم الثلاثة دول، لأن الرب ادالهم فرص لم تعطى لآخرين. دول اللي خدهم معاه جبل التجلي، اخذ معاه بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم الى جبل عالي منفردين، وحب يوري لهم مجد لاهوته. يعني طبعا مش كل مجد لاهوته، حب يوري لهم شعاع من اشاعات لاهوته اللانهائية. فبدا يخلي مجد اللاهوت يفيض من جوه الجسد بتاعه، فصار وجهه يلمع كالشمس وثيابه بيضاء كالنور، وجسمه كله بقى زي الشمس كده منور. وظهر معاه موسى وإيليا وكانوا بيتكلموا معاه عن دخول أورشليم والخلاص اللي هيعمله المسيح في أورشليم. وبطرس قال له: يا سلام على المنظر يا رب، جيد أن نكون ها هنا، نصنع ثلاث مزار لك، واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. بعدين جت سحابة من السماء ظللتهم، وصوت من السحابة يقول: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. عينيهم شافت التجلي، طوباهم ثلاثة الأوائل اللي عينيهم شافت تجلي المسيح على الجبل. محدش من التلاميذ شافوا غيرهم. يا للعظمة، إنهم الثلاثة الأوائل. والمسيح في ليلة آلامه لما دخل بستان جثيماني، شوفوا عمل إيه. كل التلاميذ كانوا معاه، لكن نده على بطرس ويعقوب وحنا قال لهم: تعالوا معايا. طب ليه يا رب؟ دايما الإنسان لما يحب واحد ويبقى في حالة حزن يشكي لمين؟ يشكي لحبيبه، مش كده؟ يشكي لحبيبه قوي. راح قال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة.
يا سلام، دول الأوائل بالنسبة لمعاشرة المسيح، دول المسيح اللي كان بيشركهم في ألامه، إلى هذا الحد كان بيحبهم، إلى هذا الحد كانوا قريبين من قلبه. طوباهم هؤلاء الثلاثة الأوائل، فعلا أوائل. بطرس ده الأول في الإيمان، لما المسيح سأل وقال من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان، ناس قالوا له، في ناس بيقولوا عليك إيليا، وناس بيقولوا يوحنا، وناس بيقولوا أرميا أو واحد من الأنبياء، قال لهم وأنتم من تقولون؟ فنطق بطرس بشهادته العظيمة وقال له أنت هو المسيح ابن الله الحي. فقال له الرب طوباك يا سمعان ابن يونا، أن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات، وأنا أقول لك أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، ما تحل على الأرض يكون محلولا في السماء، وما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء. ده الأول، إيمانه العظيم الأول. أما يوحنا فده الأول في الحب، ده كان بيتكي في صدر المسيح، يرمي رأسه بين أحضانه من حبه في المسيح، كان يتكئ في حضنه، ده المسيح يسيبه. ويعقوب ده الأول في الاستشهاد، أول واحد قطعت رأسه، قتل هيرودس الملك من التلاميذ كلهم، كان يعقوب أول واحد، وهو أخو يوحنا. أوائل أوائل. يا ريت نبقى متفوقين في الحاجات الروحية، التفوق الجسدي ده يعني ملوش قيمة. في واحد يبقى الأول في كلية الهندسة، واحد يبقى الأول في كلية الطب في السنة الفلانية، واحد يبقى الأول في العلوم، والأول في الرياضة، الأول في الفيزياء، في الكيمياء، الأول في الاختراعات. إن أمجاد هذا العالم أمجاد باطلة، لكن الأمجاد السماوية أمجاد باقية دائمة. يا ريتك تشجع أولادك إنهم يكونوا من الأوائل، مش بس في المدرسة ولكن في الحياة الروحية. تقول له أنا عايزك تطلع الأول في دراسة القبطي في الكنيسة، مش بيعلم سابقة، بيعملوا مسابقة في الابتين، عايزك تطلع الأول. أنا عايزك تطلع الأول في الألحان. أنا عايزك تطلع الأول في دراسة الإنجيل ومسابقة الإنجيل اللي بيعملوها. أنا عايزك تطلع الأول في التسبحة. أنا عايزك تطلع الأول في تاريخ الكنيسة. شجع أولادك أنهم يبقوا أوائل في الحاجات الروحية، لأن الحاجات الروحية دي هي الباقية. طبعا دول إحنا بنقول عليهم الثلاثة الأوائل، لكن هل هم دول بس؟ لا طبعا، في اوائل كتير في نظر الله. احنا ده خدناهم دول بس كده كامثله، لكن شوفوا مثلا في واحد قال عن رب المجد ليس بين المولودين من النساء اعظم من يوحنا المعمدان. ايه ده؟ اول على الاوائل ده بقى، ده الاولاني خالص. ده يوحنا المعمدان ده ترتيبه الاول في نظر الله الأول. ليس بين المولودين من النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان. إيه ده؟ حاجة عظيمة أوي. طب بولس الرسول ده ما يبقاش الأول على الرسل؟ يعني ده اللي كرز في العالم كله ما يبقاش الأول؟ في ناس كده أوائل. طب الأنبا أنطونيوس ده مش يعتبر الأول في الرهبنة؟ ده من الأوائل، ده أول الأوائل في الرهبنة. طب الأنبا بولا مش الأول في السواح؟ طب الأنبا شنودة رئيس المتوحدين مش ده الأول في التوحد؟ طب ماري جرجس ده مش احنا بنقول عليه أمير الشهداء؟ مش ده أول من الأوائل بتوع الشهداء؟ وهكذا. احنا بنصلي ثلاث قداسات، باسيلي كورولوسي غريغوري، مش كده؟ مش دول اعظم من كتبوا صلوات في الكنيسة؟ اعظم من كتبوا صلوات.
يعني القداس الغريغوري ده اللي احنا بنسمعه ده كتب القديس غريغوريوس الناطق بالالهيات. صوروا اسقف يكتب او بطرك يكتب صلاه، الصلاه دي تاخدها الاجيال كلها تصلي بيها. دول مش يبقوا اوائل في الصلوات. باسيليوس الكبير كتب صلاه صارت صلاه الاجيال. القداس الكيرلسي ده كاتبه باري مرقس، بس البابا كيرلس اللي هو كمله او اضاف اليه، يعني عشان كده بيسموه القداس الكيرلسي. دول اوائل، دول اوائل. احيانا بيعملوا في عيد الام، الام المثاليه مثلا. طبعا الام المثاليه او الام الاولى في العالم كله من العذراء، لكن انا بعتبر العذراء دي لا تقارن، يعني دي حطوها لوحديها يعني. لكن في امهات فعلا يعتبروا الاوائل. اقول لكم زي مين؟ زي ام القديس باسيليوس الكبير. شوفوا ابنها باسيليوس بطرك وليها ولد اسقف اسمه الانبا غريغوريوس، وبنتها رئيس الدير للراهبات. تخيلوا معايا ام تطلع بطرك واسقف ورئيس الدير للراهبات، ايه الام دي؟ لو عملنا احنا حفله تكريم امهات في الارض، بندي الام اللي عيالها تخرجوا وبقوا مهندسين ودكاتره، طب في السنه دي ما يعملهاش حفله كبيره الام دي اللي جابت للكنيسه بطرك عظيم واسقف ورئيس رئيس الدير للراهبات؟ كان عندها ولد شاب تاني مات وهو شاب، ورئيس الدير الراهبات دي كانت قديسه كبيره قوي اسمها ماكرينا. وفي اخر حياتها القديسه دي ام باسيليوس الكبير راحت اتراهبرت عند